مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. وقعت في الساعة 12:04 و23 ثانية من ظهر اليوم 18 من سبتمبر هزة أرضية سمعت في مدينتي أسمرة ومصوع ومدن أخرى. وأوضح الخبراء بأن الهزة الأرضية بلغت 5 درجات بمقياس ريختر، وكان مركزها 67 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أسمرة و18 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة مصوع وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات، مشيرين بأنها تعتبر أقوى من الهزة التي وقعت عام 2002. هذا ولم تحدث الهزة الأرضية أي أضرار في الأرواح والممتلكات، موصين بتوخي الحذر اللازم. وأفادت مختلف المواقع على شبكة المعلومات وقوع هزات أرضية في نفس الزمن في دول تشيلي وتركيا والأرجنتين وألبانيا وأندونيسيا وجمهورية الدومينيكان وجنوب إيطاليا واليونان وبوليفيا وجزر سليمان ومنطقة تايوان. أكد سكان مديرية غونيا على العمل لمكافحة الملاريا بالتنسيق مع المركز الصحي لتنظيف بيئتهم وردم برك توالد البعوض، مشيرين إلى إمكانية ظهور مرض الملاريا مع قذارة الأمطار. وأوضح السيد داود الأمين والسيد محمد آدم والسيد عائشة عبد الله أن المرض انخفض نتيجة لجهود وزارة الصحة، ويعملون من جانبهم على دفن البرك وتنظيف البيئة. وقال مدير ضاحية أدال السيد إدريس حزوت والسيدة حواء أجار والسيد صالح كوما إن حملة النظافة التي يقوم بها السكان وعمليات رش المبيدات ستساهمان في مكافحة الملاريا. دعا مدير مديرية كندا السيد عمر يحيى على تعزيز دور المجتمع عامة والآباء والمعلمين خاصة لرفع كفاءة الطلاب. وأوضح في الاجتماع الذي عقده مع المعلمين ومدراء الضواحي ومسؤولي أقسام الإدارات والوزارات على بذل الآباء والمعلمين والإدارات الجهود من أجل التعرف جيدا على النواقص والصعوبات لإيجاد الحلول لها. وحث مسؤول التعليم في مديرية كندا الأستاذ صالح أحمد على الدفع بحملات التوعية لتقوية العلاقة الثلاثية بين الطلاب والمعلمين والآباء لجعل الطلاب أكفاء في دراستهم. وذكر بأن البرامج الموضوعة لهذا العام تشمل على تقوية برامج تعليم الكبار والإدارة الجيدة للأدوات التعليمية وتعزيز أندية القراءة والابتكار والإبداع والاختراع. وأهاب مسؤول الشؤون التعليمية في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ عمر محمود المعلمين للسعي الدؤوب لنقل المعرفة للطلاب وقيام إدارات الضواحي والآباء بعملية مراقبة قيام الطلاب والمعلمين. أوضح سكان مدينة جندع بأن مصنع عوة للألياف الزجاجية يخلق فرص عمل لهم إلى جانب المنتجات التي يوفرها. وقال الشاب دهو قرماي والسيدة سابا كيداني والسيدة كحسو سبحت أنهم يستفيدون من اكتساب مهنة العمل في المصنع وتحسين أوضاعهم المعيشية. وذكر الطالب محمد علي مالك أنه يعمل في المصنع في الإجازة الصيفية المدرسية وقد أحدث ذلك تغييرا ملحوظا في حياته المعيشية. وأوضح مدير المصنع السيد إبراهيم علي أن المصنع الذي تأسس عام 1997 ينتج حاويات لحفظ المياه تصل سعتها إلى 25 برميلا إضافة إلى صناعة القوارب. وأذكر أن منتجات المصنع تجد طلبا في عموم إريتريا ولديهم برنامج لتوفيرها في كافة مدن البلاد.
وفي الخبر الأخير قام سكان حي غزاباندا بأسمرة بنفير للنظافة والتشجير بالتعاون مع أعضاء الجيش الشعبي. وأوضح السكان أنهم قاموا بتنظيف أماكن تجميع النفايات ومواقع توالد البعوض لإصحاح بيئتهم، إضافة إلى التشجير والعناية بشتل الأشجار. وذكر كل من السيدة رجاش والد أرجاي والأستاذ سجيد والد مدهن أن السكان وإدراكا لأهمية صحة البيئة يعملون على نظافة بيئتهم لضمان الصحة العامة. وأشار كل من السيدة حياة عبي والأستاذ عقبازجي كبر سلاسي إلى مواصلة أنشطة النفير لضمان نظافة المنطقة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.